لك مره تانية كابتن حازم من استاد اسكندريه وتشكيله فريق المصري اليوم اللي هيبدا بيها اللقاء. احمد عبد الفتاح لحراسه المرمى، السيد عبد العال، عمرو موسى، طارق خطاب، محمد اسامه، محمد مسعد، سعيد مراد، احمد رؤوف، اسامه العزب، احمد موسى كابوريا، ومحمد مجدي. دي التشكيله النهارده اللي هيبدا بيها نادي المصري هذا اللقاء. طبعا رمزي صالح في الاحتياطي وهيبدا بالحارس احمد عبد الفتاح معانا.